يقول: عندنا يعيش في بعض البيوت أكثر من 4 إخوة وهم متزوجون، وكل واحد له مكان عند النوم فقط، والأسرة مختلطة بعض الأحيان، يأكلون في صحن واحد، هل يجوز هذا؟ وإذا كان لا يجوز فماذا يفعل إذا لم يقدر الواحد على أن يبني له سكنا خاصا؟ لا مانع من الاجتماع في بيت واحد، ويكون الرجال طعامهم وحدهم والنساء طعامهن وحدهن، لا يجتمعون على طعام واحد، ينظر الرجل لمرأة أخيه، لا، بل النساء وحدهن في إناء واحد والرجال وحدهم، هكذا ينبغي. يجب على كل واحد أن يعرف الأمر الشرعي وأن يحكم شرع الله في نفسه وفي أهل بيته، فلا ينظر إلى زوجة أخيه ولا يخلو بزوجة أخيه، بل النساء يكون على حدة في طعامهن مستريحات، يكون مستريحات، والرجال وحدهم هكذا. أما أن تأكل مع أخي زوجها ومع عمه، تأكل معه يرى وجهها ويرى أكلها ويرى يدها، هذا غلط. الله جل وعلا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والمسلم يلتمس الطهارة لقلبه ولقلب أهل بيته، فتكون زوجة أخيه مع زوجته مع أمه مع بناته على حدة، يأكلون جميعا والرجال وحدهم. نعم، جزاكم الله خيرا.